دكتور، في يعني معلومات كثيرة منتشرة عن العلاج بالسرطان، وخاصة العلاج بالحمية الغذائية أو تجويع الخلايا السرطانية وغيرها من المعلومات والمفاهيم الشائعة اللي تخلي الناس دائما تلجأ لها هربا من العلاج الكيماوي. إيش رأيك في هذا الكلام؟ الحقيقة أنا في خلال خبرة 20 سنة في علاج الأورام ابتدينا نقول اللحوم، وسمعنا كلام عن اللحوم علميا، ما لقينا شيء في اللحوم، وبعدين نسيوا اللحوم، مسكوا الدهون، وابتدوا نفس الحكاية، بعدين ما لقينا شيء على الدهون، والآن ماسكين السكريات. بصفة عامة خلينا نتفق من البداية إنه ما في شيء مثبت علميا إنه والله نجوع الخلايا منه، لا سكريات ولا لحوم ولا دهون ولا أي شيء ثاني. هذا مهم. إنما بصفة عامة الدهون وزيادة الوزن هذه ممكن تأثر. لقوا في الدراسات إنه معظم اللي بيجيلهم الأورام بيكون وزنهم زايد والدهون عندهم عالية. لكن هل الدهون فعلا بتسوي كده ولا لا؟ غير مثبت. هل إحنا والله لو مسكنا حمية ما حيجينا أورام؟ الله إن شاء الله ربي ما يجي لأحد. وغير مثبت. فبنشوف الأورام على ناس ضعاف جدا، بنشوف الأورام على ناس ما عندهم سكر، ما طلع السكر في جسمهم، بنشوف الأورام في ناس ما بيحبوا اللحوم فيجيتيريان، بس اللي بيجي لهم الأورام.